حياكم الله مشاهدينا من جديد. يسرنا الآن أن نرحب بالدكتور خالد شجاع العتيبي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الكويت، والحديث راح يكون عن مناسبة الإسراء والمعراج والحكمة من الرحلة المباركة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حياك الله يا دكتور، مساك الله بالخير. حياكم الله وبياكم، وأهلا وسهلا ومساكم الله بالخير. بالخيرات والمسرات دائما وابدا. نقول يا هلا يا مرحبا يا دكتور، والساعه المباركه. وفي هالمناسبه اذا تحدثنا عن هذه الرحله من اين نبدا منها يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على خاتم النبيين وامام المرسلين وسيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فلا شك ان المسلم عليه أن ينظر ويدمن النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ترجم أقواله الشريفة في سيرته العطرة وفي سلوكه وفي أعماله. ومن خلال التأمل في الأحداث التي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام والمشاهد، يجد الإنسان فيها الدروس والعبر التي تأخذ بيده ليتجاوز المعوقات والعقبات في حياته. فإن الإنسان في هذه الدنيا تتقلب به الأيام، فيوم يسر ويوم يضر، وهكذا هي الدنيا. لكن عند التأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الإنسان فيها الدروس الكثيرة التي تجعله سعيدا مطمئنا ثابتا رابط الجأش قوية الإيمان. ومن هذه الأحداث ما يتعلق برحلة الإسراء والمعراج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين نبئ وأمر بالبشارة والنذارة لقومه آذاه قومه، فلما بذل وسعه واستفرغ جهده في دعوة قومه ذهب يبحث عن قوم آخرين لعل الله أن يرزقه بمن ينصره ويؤويه، وهم أهل الطائف. فكان منهم أيضا أن آذوه، وأغرى كبراءهم سفهاءهم حتى أخذوا يرمونه بالحجارة حتى دميت عقباه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. فرجع مهموما مغموما، فأرسل الله إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال في طريقه إلى مكة. فقال له ملك الجبال: يا محمد مرني فلأطبق عليهم الأخشبين، أي على أهل مكة في طريق عودته إلى مكة. والأخشبان مثنى أخشب، وهو الجبل الضخم الخشن الذي يطلق على هذا الجبل العظيم. قال: فلأطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرحيم بهذه الأمة الرحيم بالخلق الذي امتلأ قلبه رحمة يريد هداية الناس وإيصال الخير إلى الغير وإيصال الحق إلى الخلق، قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقم لنفسه، وإنما أراد الهداية لهؤلاء المخالفين بل ولمن يكون من أصلابهم وذرارهم. الشاهد أن بعد هذا الإيذاء وبعد هذه الأحداث أكرم الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الرحلة الإيمانية الإسراء والمعراج، وهذا دليل على أن الله معه وأن الله لن يتره ولن يتركه، وإنما الله سبحانه وتعالى يبتلي أنبياءه وصفوة خلقه والصالحين حتى يكون لهم الرفعة والشأن في هذه الدنيا وفي الآخرة. فكان أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في محكم التنزيل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتيت وأنا في الحطيم، يعني في الحجر، حجر إسماعيل، فكانت حادثة شق الصدر الثانية من ثغرة نحره إلى أسفل سرته، استخرج ما فيه وغسل بماء من زمزم. الشاهد أنه أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، وأما الأنبياء وهذا يدل على فضله عليهم وأنه أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء هم صفوة الخلق وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرج به إلى السماء حتى مر ببعض الأنبياء، وكان ما كان بينه وبينهم من الحديث والمراجعة، حتى إنه فرض عليه الصلاة اللي هي خمس صلوات المكتوبة، وكان منها أن
فرض الله عليه 50 صلاة في بادئ الأمر. شفاعة كليم الله عز وجل. نعم. ففي طريق عودته مر بموسى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة. فقال له: يا محمد، إني جربت الأمم قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. نعم. فإن أمتك لا تطيق ذلك، لا تصبر. فسأل ربك التخفيف، فرجع وسأل ربه التخفيف، فوضع، قال: فوضع عني 10، يعني 40 صلاة. ثم رجع فمر بموسى، قال: سأل ربك التخفيف، حتى قال له: 5 صلوات في اليوم والليلة. نعم. فقال له موسى: سأل ربك التخفيف، قال: استحييت من ربي، فنادى مناد أن أمضيت فريضتي على عبادي. الشاهد هنا أن عظم قدر الصلاة يعني هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى يفرضها في ليلة الإسراء والمعراج. نعم. وهذا يدلنا على أهمية هذه الصلاة، وهذا درس ينبغي أن نعيه، وهو أن نعطي الصلاة قدرها. نعم. لذلك دكتور، تحظى هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج خصوصا في الإسلام، بهذه الأهمية؟ نعم، لأن هذه الرحلة فيها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرب مخلوق اقترب من ربه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضله. نعم. لأن جبريل عليه السلام له مقام لم يتجاوز، والنبي عليه الصلاة والسلام تجاوزه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام رأى كما في بعض الحديث أنهار الجنة. نعم. ورأى ما فيها من الخيرات، رأى من آيات ربه الكبرى، التقى بالأنبياء وتحدث معهم مثل موسى وعيسى وإدريس وإبراهيم عليه السلام. وكان من هذه الوصايا والدروس المستفادة فضيلة الذكر، أن يكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى. وهي عندما التقى بإبراهيم عليه السلام قال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، أي بلغهم سلامي، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. يعني الإنسان عندما يقول سبحان الله يغرس له غرس في الجنة، الحمد لله كذلك، الله أكبر، لا إله الله. وهذه هي التي سماها الله عز وجل الباقيات الصالحات. هذا يدعونا إلى أن نتأمل في هذه الرحلة الإيمانية في ذلك الوقت الذي لم يكن يعرف فيه وسائل مواصلات حديثة مثل اليوم، القطارات والطيارات والنفاثات هذه التي تتجاوز سرعة الصوت لم تكن موجودة. ومع هذا كان من الصحابة من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته وإسرائه. فإن قريش لما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام أنه أسري به وعرج به في ليلة أكبرت ذلك وأنكرت، فذهبوا فرحين، طاروا بهذا الأمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه: اسمع ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به في إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء في ليلة. والعرب في السابق كانت تذهب إلى بيت المقدس فقط، الرواح شهر والرجوع شهر. الشاهد قال: إني أصدقه بما هو أكبر من ذلك، بخبر السماء، فهذا إذن أهون. والرحلة كانت بروحه وبدنه عليه الصلاة والسلام، لكن العلماء اختلفوا في تحديد هذه الليلة متى كانت. منهم من قال في 27 من رجب، ومنهم من قال غير ذلك في 12 من ربيع الأول، ومنهم من قال قبل الهجرة ب3 سنين، ومنهم من قال ب5، ومنهم من قال ب16 شهرا. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن هذه الليلة لا تخص بعبادة مثلا قيام، ولا يومها بصيام. ولكن إذا مرت مثل هذه الذكريات ينبغي للمسلم أن يتذكر الدروس والأشياء التي وردت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نتأسى به. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عرفنا في هذه الرحلة أهمية الصلاة التي هي أول ما يحاسب عليها العبد يوم القيامة، وهي آخر ما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يفارق هذه الدنيا. فلما حضرته الوفاة كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيضا من هذه الدروس الاكثار من ذكر الله، لأن الفرق بين الحي والميت هو الذكر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الحي والميت مثل الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يعني الحي هو الذاكر لله، والميت هو الذي لا يذكر الله. فهذه أيضا فيها دلالة على فضل هذه الرحلة
وما جاء فيها من عبادات من فضيلة الصلاة وفضيلة الذكر وأيضا تصديق وإيمان بالغيب الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يميز المؤمن. ففي بداية سورة البقرة وهي آية تؤكد على أهمية الإيمان بالغيب، قال سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بالغيب. لماذا؟ نؤمن بأشياء ما أدركناها ولا رأيناها. نعم. وهذا الذي يميز المؤمن عن غيره. نعم. نعم. إذن دكتور، يمكن من خلال ما تفضلت به لم تقتصر هذه الرحلة أو يتم الالتزام بعبادة معينة، بل بها جوهر من الحكمة. نعم. لمن يتابعنا الآن؟ وأردنا أن نبسط ما استطعنا طبعا الفائدة والحكمة من هذه الرحلة للمصطفى عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الحكم كثيرة، منها أولا إكرام النبي عليه الصلاة والسلام الذي صبر واحتسب مقابل هذا الإيذاء وهذا الاتهام، الذي كان يعيش في قومه 40 سنة يعرف بالصادق الأمين. نعم. ثم لما يقول لهم قولوا لا إله الله تفلحوا، يتهمونه بالجنون والسحر والكهانة والكذب. من كانت ترتجى مودته ونصرته أول من بارزه بالمحاربة عمه أبو لهب. فهذا يدلنا أيضا على أن الناس قد يكون القريب من أعداء أعدائك، والبعيد هو الذي ينصرك ويؤويك، كما حصل من الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من هذه الأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بهذه المعجزة وأعطاه ما لم يعطي أحدا قبله من المعجزات، ثم يدل على فضله وقربه من الله سبحانه وتعالى ومحبة الله له. الله أعطاه المقام المحمود، وأعطاه الشفاعة العظمى، أعطاه الكوثر، أعطاه الكثير من هذه الأشياء. أراد الله سبحانه وتعالى أيضا بهذه الرحلة أن يربط على قلبه وأن يثبت جنانه، وأن يكون هذا أيضا دافعا له للاستمرار في دعوته. فهذه لا شك حكم كثيرة أرادها الله سبحانه وتعالى، وأيضا ليمحص من آمن ممن لم يؤمن، وممن يثبت بعد سماعه لخبر هذه الرحلة وتصديقه من عدمه. ولا شك أن الحكم كثيرة في هذا الباب وفي هذه الرحلة خاصة، لكن ينبغي أن نكون دائما حريصين على الإكثار من دراسة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة ما فيها من هذه الدروس والعبر والمواعظ والحكم، والحمد لله. نعم، كل الشكر لك دكتور خالد جال عتيبي، عضو هيئة تدريس بكلية الشريعة في جامعة الكويت، على مشاركته معنا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. فاصل مشاهدينا ولنا عودة.